هذه السلسلة الطموحة التي استطعنا استطاع كرسي معهد العالم العربي إنجازها بفضل شراكة مع أصدقائنا بجائزة الملك فيصل بالسعودية، وأيضا بمساعدة صديقنا بسام الكردي، لأن هذه الكتب صدرت عن في المغرب وبيروت. نحن طبعا سعداء لأننا مع هذه الجائحة حاولنا أن نجد طريقة للاتصال أو لمواصلة أنشطة الكرسي، وجد الاتصال عن طريق الزوم. نشكركم، وأعطي الكلمة إلى الدكتور الزهراني لكي يفتتح هذه الندوة. مشكورا، إليك يا دكتور. شكرا صديقنا الطيب، شكرا صديقنا العزيز واسيني، شكرا للحضور والمشاركين. وفي الحقيقة لن أطيل، فقط أشير إلى أن كما تفضل الطيب، هذا الكتاب جاء ضمن سلسلة معينة، ضمن مشروع يعني له طابع موسوعي معين، ولحسن الحظ أنه أنجزناه. اليوم المفترض أن نستلم آخر كتاب في ما يخصنا، في 60 كتاب التي تخص الكرسي، وهو كتاب عن فيروز المطربة المشهورة فيروز، وألفه أحد الذين شاركوا معها، أو ننهي نقفل هذا الملف. وحينما نحاول أن نفعل هذه الكتب، وضعناها على الموقع المعهد، ونحاول الآن أن نفعلها بشكل حواري بقدر ما تسمح به التقنيات الحديثة في عصر كوفيد. نطمح إلى أن يخرج هذا الكتاب عن أغلفته وعن مكاتبنا. نبدأ الحوار. لكم جزيلا جميعا جزيل الشكر. شكرا شكرا دكتور. الآن أريد وسيني، شكرا مرة ثانية على قبول الدعوة. طبعا أنا أريد أن تعطينا يعني ما هي أهم المحاور التي تطرقت إليها في كتابك حول من زيادة، لأنك أنجزت في الحقيقة رواية باللغة العربية، وأيضا أنجزت معنا هذا الكتاب. فأنا أريد فقط أن تعطينا يعني ما هي أهم وأبرز المحاور التي تطرقت إليها في كتابك الصادر عن سلسلة 100 كتاب وكتاب. الكتاب هذا في الحقيقة يعني خليني أقول شكله ليس معقدا وبسيط، لأنه يمشي أيضا مع السياسة التي اقترحت من طرف معهد العالم العربي حول 100 وكتاب، 100 كتاب وكتاب، أي أن الفكرة من وراءه هي توصيل الجهد الذي بذله المثقفون العرب باتجاه قضايا يعني إنسانية وقضايا خاصة، والتعريف أيضا بهؤلاء الكتاب أو هؤلاء المصلحين، لأن مي زيادة اتصفت بالصفتين الأساسيتين، يعني صفة المثقفة والأديبة، ولكن أيضا صفة المصلحة التي كثيرا ما تغيب على أذهاننا. إذا أنا تتبعت شوي مسار مي زيادة، كنت أعرفه جيدا، المتعلق مثل يعني بشكل تقليدي تقريبا، يعني ولادتها، المكان التي ولدت فيه، الظروف الثقافية، الظروف العائلية إلى آخره. ركزت أيضا على جهودها الثقافية في فترة تاريخية حساسة شوي، اللي هي العشرينيات والثلاثينيات، يعني بداية ترسيخ مفهوم الحداثة في العالم العربي، للأسف الذي لم يتم كما يجب، ويمكن أن نتناقش لاحقا حول هذا الموضوع الحساس، يعني لأنه ما هي مآلات الحداثة العربية؟ لأنه عندما نتكلم على مي زيادة أتكلم بالضرورة على هذه المآلات، يعني من مي زيادة المصلحة، المثقفة، المناضلة، صاحبة الصالون العظيم إلى آخره، إلى وضع أصبحت المرأة في نهاية السلم، يعني تقاس أخلاقيا بدل ما تقاس على أساس أنها قيمة فكرية وحضارية وإنسانية. فمعناته أن هذه الحداثة تراجعت إلى الوراء كثيرا، على الرغم من الجهود التي بذلت والتي يجب ألا ننساها، لأن مهما يكون هي جزء من ذاكرتنا. تحدثت أيضا على الصالون، لأن الصالون مش فقط كظاهرة ثقافية، ولكن أيضا كظاهرة اجتماعية، لأن هذا الصالون
كان يرتاده كبار المثقفين، مثقفي العصر، مثقفي تلك الفتره، يعني طه حسين العقاد، مصطفى صدق الرفيعي، سلمى موسى، انا لا استطيع ان اذكر اسماء كثيره. والغريب انها تقريبا كانت المراه الوحيده تقريبا، يعني اصحابنا الرجال حتى عندما كانوا ياتون ويجلسون ياتون لحالهم، يعني حتى واحد ما يجيب معه زوجته حتى ولو كان فرنسيه، يعني مثل طه حسين وغيره، يعني ففي مشكله داخليه يعني. نعم. ايضا عند الناس، يعني الو كو نورمالمون، يعني من المفروض الناس ان ان اسباس دو ديبا، ان اسباس كولتورال، يعني فضاء ثقافي وحضاري المفترض ان تشترك فيه المراه والرجل، لكن مع ذلك كان هذا الفضاء عنده قيمه كبيره. يكفي أن أعطيكم مثال، أولاً قيمة كبيرة من حيث اللغة، كان فيه مشكلة على الإطلاق، يعني العلاقة مع اللغة حقيقة كانت صحية. إحنا إلى اليوم عندما تحكي في محفل باللغة الفرنسية أو تجبر مثلاً على الحكي بلغة أخرى يصير فيه مشكل، لأن في اللاوعي كأنك أنت تترك لغتك وتذهب نحو لغة أخرى إلى آخره. دونك سيت ان بروبليم يعني. هذا الفضاء لعب دورا في التاريخ الثقافي، ولعب دورا ايضا في التاريخ الاصلاحي بالضبط حول وضعيه المراه. بعدين كان فضاء شجاعا. يكفي ان اذكر هذا المثال، تعرفوا لما تمت مصادره كتاب طه حسين في الشعر الجاهلي في العشرينيات اذا تذكرون، يعني اتهم بكل التهم بالكفر والالحاد الى اخره، والكتاب منع، والكتاب العربي الوحيد أعتقد اللي منح حوالي 80 سنة أو 90 سنة، يعني لم يخرج إلى النور حقيقة بشكل رسمي إلا مع مجلة القاهرة عندما أعادت طباعته مع الشكري الله يرحمه، عاود طبعه طبع المحاكمة إلى آخره، وأصبح الكتاب مقبول أبريبري 70 عام إذا خذينا تاريخ. طبعا بعدين أخذتها دار الجديد، مديرها اغتيل قبل فترة قصيرة الله يرحمه في بيروت. إذن هذا الفضاء يعني لم يكن فضاء ثانويا. وبعدين رحت للصورة الأخرى على علاقة مي بجبران خليل جبران، سيتادير لو كوتي سوبجكتيف، يعني الجانب الخاص بالنسبة لمي وعلاقتها مع جبران. وأنا هنا بصراحة عندي 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 نظرة خاصة ربما قد تثير الجدل عند بعضنا، ولكن جيت لزارغيمون، عندي كل الدلائل والاستشهادات التي تدعم ما أقوله. أنا لا أعتبر ما بين جبران ومي زيادة علاقة حب، حتى الرسائل التي اعتبرت أنها رسائل حب والله العظيم قرأتها فليتها فليا عندما كنت أكتب رواية مي، ولم أجد ما يثبت ان علاقه حب. كنت فونديت سي اون استوار دامور يا صاحبي، الاستوار دامور كنت فوز افي ان ليفر سامبلابل ا سيلويسي، يعني عندما يكون عندك كتاب مثل هذا 100 صفحه من المراسلات بين ماريا كازاريس والبير كامين وتقول رسائل حب، نعم هي رسائل حب، اما رسائل صداقه ومحبه واحترام وتقدير واعجاب، هذه ليست رسائل حب. صحيح. وبعدين احنا انا مرات اتفاجئ من بعض اصدقائنا النقاد ايضا، يعني وهم نقاد محترفون مش نقاد عاديين، يعني عندما يقولوا انه هذا كان الحب العذري والحب العفوي، واش هذا حب عذري وعفوي؟ يعني ما موجودش طريق، يعني في العصر هذاك باش يتلاقوا مع بعض ويكون هذا الحب حبا كاملا وطبيعيا؟ لا، لان بكل بساطه درجه الحب لم تصل الى درجه قصوى، لأن ما كانت تسافر، سافرت لألمانيا، سافرت لإيطاليا، سافرت البلدان كثيرة، وجبران جاء حتى لفرنسا، يعني كان ممكن يضرب موعد في فرنسا ويتلقى ويصير وما التقاوش، لم يلتقيا أبدا، لم يلتقيا مطلقا، وهذا ليس دليل حب. نعم طيب، هذا الدليل بأن هذا الحب لم يصل إلى السقف الذي نسميه نحن بالحب. وأحيانا نضرب به المثل، يعني ألوكسيفو، يعني بصراحة خطأ. إحنا حبينا عربيا لأنه عدنا في الذهنية في الخلفية لميتولوجي دلامور، ميتولوجيا الحب، نحب دائما الحب، هذا يكون في صفة عالية جدا ومثالية، ولكن الواقع الموضوعي يكذب ذلك. هذا لو كان حب بهذه الصفة
لالتقيا ولا حب بعض ولا ربما حتى كان ممكن يكون مآل هذا الحب لقاء زواج أو أي شيء من هذا القبيل مشرط يعني، ولكن على الأقل يلتقيان يعني، ما كان فيه على الإطلاق أي celui qui lit les lettres il ne trouvera pas un brin d'amour، من يقرأ الرسائل لن يجد الحب الذي يبحث عنه، صح سيجد الاحترام، سيجد درجة عليا من الإعجاب، سيجد تقاسم أيضا. ولهذا النقاش بين مي زيادة وجبران أنا أعتبره نقاش ثقافي عالي حقيقة، صديق سي اون لو برون سور سيت اوبتيك، يعني إذا أخذنا النقاش على هذا المستوى سنجد بلي سي ان غون ديبا دانتيليكتويال اونتر يعني المثقفين مع بعض يتحاوران ويتناقشان حول قضايا العصر، لأنه شوف القضايا اللي يثيروها مع بعض. أما جبران لا يمكن أن يكون عاشقا بالمعنى التقليدي والمثالي اللي احنا نتخيلوه، جبران كان شاعرا مثاليا صح رومانسيا، ولكن في الحياة العامة كان عايش مع حديقة من النساء يا أخي، عنده على الأقل معروفات شي 5-6 صديقات يعني غير معاه يعني، والمثالية هذه يعني سيت ان ترما يعني إنسان كان يحب وكان في أمريكا واكتشف عالم آخر سبي لا نوسيون دو ليبرتي يعني مفهوم الحرية، مفهوم الحرية وعر صعب، وكان فنان أيضا كان هذا المفهوم من الحرية، وكان فنان بطبيعة الحال. بينما مي زيادة تعرف أنه بقدر ما عندها انفتاح عندها زاوية من الانغلاق، يعني أنه تمشي في تجربة الحب إلى درجة معينة ولكن لا تستطيع أن تذهب إلى أبعد من ذلك، وهذا بقي فيها وتجربتها مع العقاد، تعرف العقاد في واحد كان يموت فيها ودي كان يحبها كان يموت فيها هو كان يريد أن يذهب معها بعيدا صراحة في علاقة جنسية نحكي يعني، هي كانت هي عندها مثالية موجودة في رأسها، هذا حقها يعني في ذلك الوقت المثقفة في دي كالكول تحسب الحسابات في مجتمع صعب إلى آخره. فكان يقول والنص موجود الشاهد موجود، يقول كلما حدثتها عن الحب انفرجت أسعيرها عينيها يبرقوا إلى آخره حسب أنه فيها حب، وكلما دفعنا بهذا الحب إلى الأمام أكثر تراجعت وأشرت إلى السماء وقالت لي إني أخاف هذا، يعني أخاف الرب معنا يعني. طيب يعني إذن مي هي في أفق ثقافي آخر يختلف، وفي مجتمع أيضا يختلف عن مجتمع جبران، وبالتالي لا يمكن إلا أن تنشأ علاقة محبة، علاقة اعتراف بالجهد، علاقة جميلة، علاقة إنسانية إلى آخر، وعلاقة الأب ببنته. تعرف أن جبران كان كبير على بالنسبة على مي نعم نعم في ذلك الوقت، هي 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 حتى الأربعينيات عندما توفت كان عمرها كانت خمسينية يعني كانت فريمون تري لم تكن مسنة يعني كثيرا يعني. أنا حاولت أناقش مثل هذه الموضوعات يعني كتاب لا يثير قضية سجالية أو جدلية يكون نقص شيء يعني، وهذه القضية الجدلية مش مفتاح لها لأنها موجودة حقيقة الفوكوغيجي يعني يجب أن نصحح مسار التاريخ الثقافي إيش نبقى فيه. لكن الشيء المهم الذي تطرقت إليه وهذا لا يضر ولا بزيادة مطلق وأنا لو كتب لي بصراحة أن أكتب رواية أخرى عن مي، البارح كنت أتأمل في السرير هذا تاع المستشفى تاع مي، آخر سرير لمي اللي كانت المستشفى، هذا السرير قاسي سميته سرير مي يعني، لو يقدر لي أن أكتب رواية سأكتب عن هذا السرير، لأن يعني هذا السرير فلت مني، لأنه لما تقول سرير تقول نوم تقول مرض، وهذا يقودنا إلى وهي قضية أيضا لم تعالج بالشكل الكافي في الثقافة العربية، وهي إدخالها إلى مستشفى الأمراض العقلية. القليل منا يعرف بأن مي زيادة مسكينة حشرت بالقوة في مستشفى الأمراض العقلية. أنا رحت أيضا وأنا أكتب الرواية وأكتب أيضا في الدراسة
رحت احفر في هذه القضيه يعني، لانه شفت كانه شفت كانه في شيء مش طبيعي. وهذه اسمح لي وسيني، هذه من الاضافات المهمه جدا التي قمت بها في كتابك، هو انك ذهبت الى يعني الاماكن التي كانت فيها كانت موجود فيها زياده، واستطعت ايضا ان تلتقي باشخاص، وهذا شيء كثير كثير مهم، يعني اضافه نوعيه استطاعت فعلا ان تقدم. نعم نعم للاسف تعودنا على سرير مي. انا نعم. شفتك انك انت قدمت نعم. على الفيسبوك، ولكنك قدمت اشياء اخرى خاصه. المشكله عندك في الصوت دائما طيب، ولكن فهمت هذا قادني الى فعلا الى القيام بعمل حفري عندما ادخلت الى مستشفى الامراض العقلية. قلت سؤال، واغلب الكتب يجيبوا هذه اللحظه هذه التاريخيه يجيبوها في بعض الاسطر، هذا لما شويه يستحيوا يقولوا انها مرضت وادخلت الى مستشفى الامراض العقليه. لوكس سنه يا عباد الله، سنه في المستشفى، مستشفى الامراض العقليه مع المجانين. تخيلوا واحد اذا كان يقدر يتحمل عالم المجانين يوم واحد، فما لك بالنسبه لسنه اللي تيوبليجي دو فيغ لو فو ولا لا فول. كانت مجبره انها تدخل في لعبه الجنون إلى أن يأتي من ينقذها يعني. وفعلا أنا هاي المرحلة ركزت عليها لأنه تركت أثرا صعبا في نفسية مي وفي داخلها، وبقيت في مستشفى الأمراض العقلية العصفورية في بيروت. ما زال إكزيست، ولكن للأسف دمرت تقريبا، واشتراها يعني بعض المالكين للمال حتى يديروا فيها أوتيلات ويبنيوا فيها أماكن سياحية، وبالتالي تمحى هذه الذاكرة الجمعية مالوغوزمون. ولكن في لبنان فعلا فيه ناس قويين ويسسون باتوا يعني نضلوا ومنعوا تحويل العصفورية إلى مكان سياحي، لأن مش مكان سياحي. المفترض أن يكون على المكان جزء فيها عبارة عن متحف يعيد، وفيه البناية الوسطى، البناية المركزية ما تزال موجودة إلى اليوم، إلى اليوم حتى 2016-17 يعني. لما كنت أنا ببيروت وكنت أشتغل في الرواية كانت هذه البناية المركزية ما تزال موجودة، اللي فيها الإدارة وفيها فوق الأطباء إلى آخره. طيب هذيك حولها إلى متحف يا أخي، وخذوا بقية الأراضي. على الأقل الإنسان لما يجي يبحث على تاريخ مي زيادة ولا تاريخ شخصيات، مثلا شخصيات سياسية عربية كبيرة مرت من هناك. إذنك مي زيادة عانت معاناة كبيرة، شوف، إلى أن جاء مجموعة من الشخصيات اللي لعبوا دور كبير في إنقاذها، والصدفة أيضا لعبت دور. عارفوا هي لما كانت تكتب كتبها الإصلاحية كانت تتجول بها في بلاد الشام وتحديدا دمشق. دمشق في ذلك الوقت كانت عائلة الجزائري، وهي عائلة كبيرة ولكنها من أتباع الأمير عبد القادر. أمير عبد القادر وحتى من عائلته. نعم نعم، هادو يعني خلينا نقول كانت من العائلات المعروفة في 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 في, في الشام، العائلات الغنية يعني. ناسبوا مع عائلات ايضا شاميه يعني معروفه في الـ في الـ في, الـ في الوسط الاجتماعي ذلك الوقت او الشامي. لما كانت في المستشفى فيه واحده من زوجات حفيد الامير عبد القادر، كانت موجوده معها في نفس المستشفى، تعرفت عليها لانها لما مرت على الشام استقبلها الامير سعيد اللي هو الحفيد المباشر للامير عبد القادر، وكان في بلدية دمشق، واحتفى بها احتفاء كبيرا. وموجوده الكلمه التي القاها في واحد من الكتب التي حققتها باحثه سويديه اعتقد يعني، لكن رساله منشوره يعني، واني رحب بها واستقبلها الى اخره. فقلت لها مش انت فلانه؟ قالت لها ايه انا فلانه. شو جابك للمستشفى؟ فحكت لها القصة، فراحت حكتها لزوجها،
زوجها حكى الوالد اللي هو الأمير سعيد. الأمير سعيد كان على صداقة متينة مع النصوص موجودة مع الملك، ملك الأردن في ذلك الوقت الأمير عبد الله. الأمير عبد الله حملها، قال له ولدي عندكم كاتبة مسكينة راها في المستشفى مظلومة في مستشفى الأمراض العقلية، ألا تستطيع أن تفعل شيئا يعني لبنانية إلى آخره. فراح رجع الرئيس اللبناني إلى بيروت وبدأ يبحث في القضية، وفعلا القضية بدأت تخرج من دائرة الحشر يعني مثل ما كانوا حشرينها. وبعدها جاء أمين الريحاني، هذا الرجل العظيم الذي كتب كتاب صغير ولكن جميل جدا اللي هو قصتي مع مي. تعرفوا أن كل اللي حكوا على مي أغلبهم حكوا قصتي مع مي، كيف تعرفت على مي، ستد الامبريسيون السيد هذا قضى معها عز العمر يعني في علاقة وإلى آخر، وهو يمكن يعرفها هكذا في المنتدى. الوحيد اللي كان حقيقة صديقة هو أمين الريحاني. أثار قضيتها بكتاب صغير في سلسلة مقالات بعدين جمعت في كتاب، ومن ذلك اليوم تحولت قضيتها إلى قضية حقيقية يعني ولت قضية وطنية، وكان لازم إخراجها وجاب لها محامين، وفي اثنين محامين من أرفع المحامين في لبنان، وزي فوزيتوني يعني ستندهشون قليلا عندما طلب منها المحامون وطلبوا من القضاء أنها تلقي محاضرة في الجامعة الأمريكية. كانت علاقتها بالجامعة الأمريكية كثير كثير حلوة جيدة، كانت تتعاون معهم وتلقي محاضرات إلى آخره. قولها اختاري أي موضوع والقي محاضرتك في الجامعة الأمريكية بحضور القضاة والمحامين، يعني كأننا في محاكمة. وتم الإعلان على الأمسية على الساعة 8 بالضبط، خلصت على الساعة 10، الجمهور لم يغادر المكان على مدى ساعتين ثلاث ساعات وهم يستمعون إلى مي زيادة جايين يسمعوا المهبولة. فاكتشفوا امرأة أعقل من أي واحد فيهم يعني. وشو الموضوع؟ المثقف اليوم. الله يعني والله ما حكت كلمة على قضيتها. سي سالا غوندور. أنا اللي أدهشني لدرجة أنه شدني داخليا، كنت نظن بأنه راح تجي وتحكي على وضعها وتثير الموضوع، ولا حكت على وضعها بكلمات بسيطة أن للمثقف دور عليه أن يلعبه أو ينسحب. عندما يقتل شخص فدم هذا الشخص على ظهر المثقف، يجب أن يتكلم عنه. عندما يجرى المثقف هذا السجن على ظهر المثقف عليه أن يتحدث عنه. وبدأت تعطي الخطوط العريضة وتنتصر للعلم طبعا، تنتصر للحضارة، تنتصر لعملية التحديث يعني التي كان يعيشها العالم العربي في ذلك الوقت إلى آخره. بعضهم يحاسبها أنها لم تتكلم عن الاستعمار في ذلك الوقت، تعرفون أن الاستعمار الفرنسي والإنجليزي هو اللي كان مسيطر في الجزائر. سيتا نوتخو ديبا يعني نقدر نتناقشوا فيه، لكن حقيقة المحاضرة لما انتهت من إلقائها جاء القاضي كبير يحكم، قال هذه هي مي؟ قالوا نعم سيدي هذه هي مي. وهذه المجنونة؟ قالوا إيه. طب والله كلكم مجانين، العاقل الوحيد هي هي السيدة هذه. وأطلق لأنها ظلمت يعني... ها؟ قلت لك لأنها ظلمت يعني هي تفكر ظلمت. نقرأ مأساة مي نتفكر مثلا ماركيز دو ساد أيضا عندما سجنه أهله، يعني هي ظلمت سجنت يعني مافيا سجنتها. عندما نقرأ كتابك نفهم بأنه فيه فبركت لأشياء معينة حتى سجنوها وسجنوها تتكلم. هو طيب ابن عمها جوزيف زياد هو رأس الخيط. اجري فودير فرانشمون اقول لكم بكل صراحة ما احسسته. دبر جوزيف زيادة سي سون بروميير امور، يعني اول حب عشته مع ابن عمها وعاشته بحرية كبيرة داير اللودي تقولوا يعني، وحباته. هو طلع شوية ذكوري، طلع أمال ما طلعش
رجل اللوم يعني للأسف يعني ما طلعش رجل طلعش رجل مجرد ما تحصل على منحة كان يدير ميدسين مجرد ما تحصل على منحة هز حاله وراح لفرنسا وتركها إن جامي ديغون سافي بي روبوندير خطوة إلى الأمام بسبب هذا الحب قدها ودمرها داخليا حتى عندما ذهبت إلى مصر علاقتها مع الرجال بقد دائما محكومة بهذه العلاقة التي لم تتخطى وبعدين بعدين بعد بعد الحالة هذه يعني بعد هذه الحادثة في حوادث أكثر لأنه حتى نقول لك هذا الحب لم تشفى منه بتعرفوا أول حب خطير يعني أحيانا يحتاج إلى قوة شخصية عميقة تسمح بالتخطي ولكن الناس كي سون فراجيل وزيد الوضع الاجتماعي اللي فراجيليز يصبح من الصعب عليهم باش يتخطوا هذه المرحلة نعم طيب واللي حدث هو أنها عندما تأزمت الأمور يعني مات والدها وبعدين توفت أمها وبعدين توفى صديقها الحميم جبران خليل جبران وجدت نفسها عارية الظهر ما عندها سند وطبعا تعيش في مصر يعني مهما يكون تعودت على البلد هذاك ولكن أيضا في غربة يعني صعب أنك تقول أنه كانت سعيدة إلى آخره لأن حتى في المجتمع المصري لم تكن مقبولة بسهولة يعني كامرأة وكوحدة نشيطة في المجتمع الآخري سي ان بو مال في يعني مش بسيطة يعني وحتى شو اسمها عائشة بنت الشاطئ لما دخلت للأهرام جلدة الأهرام تقريبا طردتها يعني نزعت لها العمود اللي كانت تكتب فيه وقالت لها اكتبي في الاجتماعيات واللي بدك إياه معناته جردتها من عمود أساسي كان هو وجه ميزيادة وبالتالي هذا فقط حتى أعطيك مثال بأنها حتى في المجتمع اللي كانت فيه لم تكن مقبولة كما يجب أو خلينا نقول بسهولة يعني أنا قرأت الرواية النهر الكبير الرواية التي أنجزتها عن مي يا صديقي لكن لم أقرأ الكتاب إلى الآن للأمانة لكن أيوة. لكن فعلا أريد إذا تكرمت ولو بنبذة عن فترة التكوين في هذه السيدة المثقفة التي ربما تكون من العلامات الأولى لما يسمى بالمثقف العربي الحديث وهي امرأة فماذا عن التكوين كيف تكونت هل هناك مؤسسة تربوية تعليمية اندمجت فيها أو أن أيضا الجانب أوتوديداكت يعني الجانب الذاتي هو الذي اشتغل وعادة ما يشتغل عند العباقرة أو ذوي الطاقات العليا بشكل ماشي تفضل دكتور زهراني هل وصل سؤالي ولا لا؟ وسيني وصلك سؤال دكتور؟ مش سامعينك أغلقت على وسيني أنت الآن لا ما أغلقتش بالعكس افتح المايكرو عند وسيني افتح المايكرو خلاص يوصل يلا أنا فتحته يلا شوف عزيزي معجب يعني أنه سؤال طبعا يعني هي إلى باركور نورمال يعني عندها مسار تكويني طبيعي أولا هي أمها معلمة فلسطينية كانت تدرس في المدارس الفلسطينية مسيحية معناته عندها علاقة بالمدارس أيضا المسيحية تكوينية الأولى لأن هي تكوينها طفولي الأول وتكوين ديني مسيحي وهذا بقي فيها حتى عندما ذهبت لبيروت ودرست في الثانوية في الداخلية درست أيضا في المدارس المسيحية يعني أنه بقى هذا التكوين الديني مستمر معها على طول إذن دراستها كانت طبيعية أبوها كان صحفي معروف وانتقل من لبنان انتقل إلى مصر وأسس جريدة المحروسة التي كانت تشتغل فيها ابنتها بعدين لما ذهبت معه دخلت إلى الجامعة ودرست في الجامعة وهذا الذي لا يعرفه الكثير من الناس درست في الجامعة تكوين طبيعي أيضا تكوين حقوقي وتكوين أدبي وإضافة إلى كونها كانت تكتب باستمرار في جريدة المحروسة ولكن كانت تكتب أيضا في جرائد
أخرى التي كانت تصدر في ذلك الوقت يعني. ثم أنها بدأت تكتب الشعر في فترة متقدمة، تعرف أنه كان عمرها تقريبا يمكن شي 17-18 سنة، كتبت ديوان شعري باللغة الفرنسية. وتشوف أن لا بروميير فورماسيون تاعها سيتي اون لونغ فرونسيز، يعني أن تكوينها الأول لأنه مربوط بالمدارس المسيحية إلى آخره، دونك لا لونغ فرونسيز افي ان بوفوار يعني مش فقط لانغويستيك حتى فكري إلى آخره في المدرسة، وتعلمت هناك. دونك هي إلي بوليغلوت يعني متعددة اللغات، يعني اللغة العربية اكتسبتها بالناصرة يعني في فلسطين حيث كانت موجودة، وثم بعد ذلك استمرت معها عندما راحت لبيروت، واستمرت معها أيضا العلاقة مع اللغة العربية عندما ذهبت إلى مصر وتعلمت هناك ودخلت إلى الجامعة إلى آخره. دونك يعني سيدة مثقفة وليست عصامية على الإطلاق يعني. وهذا كله طبعا إضافة للخبرة، لأنه الوالد كانت عنده علاقات ثقافية كبيرة وهي كانت تستفيد من هذه العلاقات. إذا يغسل لي يعني في بيته هو الذي فتح لها الصالون في البيت العائلي في البداية، بعدين قبل ما تفتحه في جردة الأهرام عندما أصبحت تشتغل في الأهرام أعطوها مساحة وأصبحت تعرض فيها، لكن عموما المكان كان هو بيتها وليس مكان ثاني يعني. فإذا خلينا نقول شخصية كبيرة يعني وعارفة و يعني واحدة اللي تقوم بتحرير المجتمع ودور المرأة وكيفية تحرير المرأة إلى آخره، ودور المثقف ليس مسألة بسيطة، سيدة بغن ريسبونسابيليتي يعني واحدة مسؤولية كبيرة. وبعدين هي كانت تعرف أن عليها خوض حرب كبيرة ضد التيارات الدينية المتزمتة، تعرف حتى بما فيهم أصدقاء. نعم كان عندها أصدقاء ولكن كانوا متدينين، لكن كانوا يحترمونها أيضا، يحترمونها أولا كامرأة وثانيا يحترمونها كصوت جريء وشجاع. ما كانش عندها وسيلة، قال لها لا تستقبلين الناس في الصالون يوم الثلاثاء، وانصعت له لأنها كانت تحبه في وقت من الأوقات، وقبلت أن تخصص له يوم الأحد تماما إله. بس يا أخي الرجل الشرقي عموما عنده درجة عليا من الغباء، عندنا درجة عليا من الغباء يعني، حتى قولها جملة يعني أي واحد يعني امرأة بهذه القيمة وبهذا الرفاه الفكري وبهذا التنور العالي، زعما سميت ينوت اتيتود يعني، تستاهل واحد ردة الفعل أخرى غير هذا ردة الفعل أن ما تحكيش مع جبران، وأنه جبران هذا هي نفسها ميزية هذا ألوك سي فوندامنتالمون فو، مستحيل. ليش؟ لأن شخصية سارة هي شخصية متحررة، حقيقة متحررة. الشخصية الثانية اللي شوية هيك منكمشة على نفسها هي هند، سي بريسك ليماج دو، احيانا يذكر حتى بعض الجمل اللي تذكرها مي انها حكتها مع شو اسمه يعني مع الكاتب يعني. فهذا مشكل، هذا ايضا يطرحنا امام مشكل كبير، لانه للاسف يعني لم يطور هذه العلاقه وحجرها اكثر، وراح ينتقم بروايه يعني قالها هاي صورتك انت يعني هي هند، قلت له هل أنا هكذا؟ لما نرجع للواقع الموضوعي أنديكور بأن أو نلاحظ بأن العقاد أحب صحفية لبنانية اسمها سارة، نسيت الاسم الثاني انتها معروفة يعني أكثر، فراحت معه على العكس من مي. مي اتي ريزيرفي، كانت شويه محافظه يعني في هذا النوع من العلاقات. ولهذا وعندما كتب الروايه مدح ساره، ولكنه في الوقت نفسه انزل كثيرا من قيمه هند. سلمو المشكل اللي هو ما كانش واعيه هو ان الحريه ايضا لها ثمن. انت قبلت بهذه ان تكون حره بشكل مطلق، هي معك اليوم
ولكن لم يكن يستوعب أنها كانت تذهب مع أصدقاء آخرين وتسهر مع أصدقاء آخرين. أنت اختاري طريق الحرية يا حبيبي. الحرية هي كل، هي كل وليس جزء. صحيح. إما تقبل بها وتتحملها أو تعيش في المحافظة، ما عندك ما عندك ما عندك حل آخر يعني. وافترق مع سارة فيما بعد يعني. أيضا شتمها، ومن ذلك اليوم لعن النساء كليا، ولكن وفي الحقيقة كان يلعن نفسه في الداخل يعني. طبعا بدون شك. هي اللعنة الذكورية، هذه الذكورة التي لم تقدر نسويا يعني. تقدر نسويا يعني، أنت تريد من المرأة شيئا محددا، ولكن هذه المرأة أيضا عندها أيضا حياتها، عندها خصوصيتها، عندها إنسانيتها، عندها يجب أيضا هذا الأمر يجب أن يحترم ويقدر يعني. وبعدين مي زيادة ليست شخصية ثانوية، بالعكس يعني هي شخصية كبيرة وشخصية مثقفة ولها قيمة كبيرة. إذا الكتاب أنا وسيلي الكتاب المصري، الكتاب التي اللي كانت تعيش معهم في مصر حينما كانت مسجونة أيضا لم يعملوا أي شيء من أجل إنقاذها. ذكرتني بشيء حقيقة مهم كثير يعني. طيب يعطيك صحة. هي أنها لما أدخلت عنوان المستشفى الأمراض العقلية لم تجد صديقا واحدا يقف معها، لا العقال ولا سلامة موسى الذي اتهمها بالجنون، وهي التي أدخلته في صحيفة والدها عندما عاد من بريطانيا وبقي بدون عمل. قالت له تعال، أعطته مكان في الجريدة وظل يكتب بالجريدة سيغاسايل يعني، حتى أصبح معروف. وفي النهاية كلهم أداروا لها الظهر ولم يلتفت نحوها أحد. أنا قلت لك الوحيد اللي يستحق الاحترام والتقدير، ده هذه قلتها في لبنان في وسط عائلة مي زيادة، ويمكن سخطوا عليها في ذلك الوقت. قلت لهم أنا لو كنت من عائلة زيادة كنت نطلب من البلدية تعطيني مكان في المدينة وأنحت، نجيب أكبر نحات في لبنان وفي نحاتين البركة يعني فنانين كبار، ونقول له أنحت لي منحوتة لأمين الريحاني وهو يصغي إلى مي زيادة الطفلة الصغيرة هاي وهي هاك عند 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 ركبيه يعني. والله العظيم هذا الرجل يستحق الاحترام الكبير، ناهيك عن كونه فيلسوف كبير ومفكر كبير إلى آخره، كي يكتب النونجلي والنغاب كان يكتب بالإنجليزية والعربية، هو أكثر من ذلك إنسان. صحيح. يعني وهذا هذا 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 كان كثير مهم يعني. للأسف يعني أنه شوف حتى يوم توفات فيه ثلاثة اللي مشوا معها في الجنازة. وأنا زرت القبر يعني قبرها، والدكتور نبيل كتر خيره يعني والصديق العزيز يعني رافقني حتى القبر، ومعنا موجود معنا في هذه الجلسة، رافقني حتى المقبرة ومشيت أنا وياه، وكانت معنا الدكتورة زينب والأستاذة نانسي إلى آخره، واستمتعنا خليني نقول بالمكان يعني، واستحدثنا بالمكان، والتقينا هناك بواحد خادم للمقبرة. أنا سألته قلت له هل تعرف والله ما حكيت مع نبيل وهو موجود معنا أني راح نكتب رواية أو أي شيء، قلت له حاب نشوف قبر مي زيادة هل ترافقني؟ قال لي أنا أخذك يعني، وفعلا أخذني يعني هو دكتور نانسي يعني. حتى يا دكتور تحكيني عن هاليوم. الله يخليك. أنا في الحقيقة هو الحديث ذو شجون. أنا إذا توافقني أعطي للإخوان أنه من يريد أن يتدخل خاصة أسئلة، طرح أسئلة إلى الدكتور وسيني، أهلا وسهلا بكم. طيب دكتور نبيل نورنا على الأقل بالحقيقة. دكتور طيب. نبيل لأنك أنت كنت واحد من اللي كانوا مع وسيني. طبعا أنا بحثت في القاهرة أولا، أولا نحيي الدكتور وسيني وفي هذا الليلة الجميلة والحديث الممتع طبعا المتدفق. أنا بحثت طبعا عن قبر مي حتى عرفت أنه في مقابر المقبرة المارونية في القاهرة. وبالفعل يعني ذهبنا مع الدكتور وسيني والدكتورة زينب والدكتورة نانسي إلى هذا المكان، لكن للأسف طبعا يعني وجدنا أنها وضعت في مثل التابوت وكتبت عليها لوحة نابغة الشرق مي زيادة.
وليست مثل الآخرين الذين لهم يعني مقابر محترمة على الأرض وعليها شواخص وكذا، يعني حتى بعد مماتها يعني ظلمت. أنا سؤالي طبعا بالنسبة للدكتور وسيني، طبعا يعني جميع حديثه جميل جدا، نعرف أنها حينما رجعت إلى مصر طبعا وبعد خصامها وخلافها معهم واتهامهم باتهام أدباء مصر أنهم لم يكونوا أو أنهم صدقوا حكاية جنونها، أنها طلبت منهم إعادة رسائلها. رسائل مي يعني هناك طبعا متفرقة ما بين أكثر من جهة، رسائل جبران نشرت وطبعت وهي موجودة ولها قصة طبعا معروفة حينما يعني نشرت في الشعلة الزرقاء. حول يعني ما وصلت إليه دكتور وسيني بالنسبة لرسائل مي، والسؤال الثاني هو حول صالونها، صالون مي. للأسف أيضا حتى الصالون أنا ما أدري، ما وجدت من كتب حول الحوارات التي تدور فيه بشكل يعني ليس بشكل عام، يعني مثلا هناك من يعني تحدث حول هناك موضوعات كذا وكذا وكذا، لكن ليس هناك من كتاب يعني يذكر لنا مثلا محاضرة ألقيت في هذا الصالون أو نحو من ذلك. ختاما أيضا أحب أسألك على قضية المحاضرة، أنا أذكر أنني سمعت وديع فلسطين يقول لي أن المحاضرة هذه التي ألقتها في الجامعة الأمريكية في القاهرة، في الجامعة الأمريكية في القاهرة من أجل أن تسترد أموالها و يعني وإقناع القضاء بهذا الأمر. شكرا دكتور. شكرا وسيني. انا اقترح عليك ان نجمع 3 أو 4 اسئله وبعدين ترد عليهم، ما رايك؟ هل في اسئله اخرى يا اخوان؟ تفضل هامل، تفضل هامل، ميكرو الميكرو. السلام عليكم، وانا احيي من خلالكم الاستاذ الكبير والقامه الفكريه والادبيه والروائيه الأستاذ الأجيال والأستاذ العربي، وأنا ربما أرشحه لجائزة نوبل من هذا المقام إن شاء الله ينالها إن شاء الله قريب. قلت بأنه في الحقيقة قد الأستاذ الوسيني قد رسم صورة مشرقة لهذه القامة الكبيرة المتمثلة في مي زيادة، ويعني سوقها إلى الثقافة، عاد تسويقها مرة أخرى بشكل آخر مختلف عن تلك الصورة التي عرفناها من خلال الكتابات التي كتبت حول مي زيادة، والتي صورتها على أنها شخصية مضطربة ومعقدة وغريبة الأطوار وغامضة، والأكثر من ذلك صورتها على أنها شخصية شباقية وسادية تتلذذ بعذاب الآخرين، وهذا العذاب قد مارسته من خلال بأعلى درجاته من خلال صالونها الأدبي على قامات فكرية وثقافية وأدباء ومفكرين من أمثال العقاد وطه حسين وموسى سلام موسى وعلى ذلك. قلت تلك القامات ظهرت وكأنها كتل غرائزية متحركة، أو على الأقل كأنها أو الأكثر من ذلك كأنها شواذ. فهذا العقاد مثلا، وقد ذكرتم ذلك وقد وقفتم على ذلك كثيرا، أن العقاد كان يعني شبقي إلى درجة ولم يكن يظهر في هذه الكتابات، عن خاصة من خلال ابن زيادة بأنه كاتب ومفكر وأديب وقام بهذا الشكل، بقدر ما ظهر على أنه يعني شبقي بدرجة أكثر. وهذا مصطفى الرافعي كان قد يعني يكرر الالتزامات والعهود مع مي زيادة إذا كانت قبلت بالزواج منه، بأنه يطلق أم العيال ويهجر العيال وما إلى ذلك. وأيضا نجد طه حسين كان يتقبل يعني الإهانات من مي زيادة، كانت تعيره بالأعمى ولا يختار من مواضعه في الدراسة إلى إلى إلى, إلى, إلى عميان مثل المعري وغيرهم إلى ذلك. إذن كان هؤلاء
القامات كانوا في حالة نشوة وفي اللا شعور وفي حالة اللاوعي، ولم يستفق هؤلاء من هذه هؤلاء الفطاحة لم يستفقوا من هذه النشوة إلا هم أولادهم. أستاذ هامل أنزع الورقة من الكلابين، عندك ورقة عندك ورقة كلابي، وإذا نعم عندك نعم. سؤال الهامل سؤال نعم. هلا الوقت داهمنا اصدقائي الاعزاء، ولم يستفق هؤلاء الا يوم وفاتها في الحق، ولم يذهب معها في جنازتها الا بنتها كما ذكر الاستاذ. وشكرا. ما رايك الاستاذ؟ هذا هو شكرا خويا الهام. شكرا. هل في اسئله مع الاستاذ تحريشي؟ استاذ تحريشي مساء الخير. تحريشي مساء الخير، كيف الحال؟ الحمد لله. هلا بخير. يلا تفضل. أنا أريد أن أتحدث ليس عن ميزيادة الواقع، وإنما ميزيادة الفن. كيف استطاع وسيني أن يحول كل هذا الحديث إلى رواية؟ وكيف استطاع أن يعول على زيارة المكان وقراءة الوثائق التاريخية وقراءة الوثائق التاريخية وكذلك الواقعة التاريخية وتوظيف للخيال لتحويل كل هذه الواقع والأحداث إلى فن وجمال ورواية؟ وشكرا. شكرا محمد، هذا سؤال اعتقادي مهم جدا. طيب أخ نور الدين تفضل. تفضل تفضل نور. أولا شكرا للكبير وسيني على هذه السيرة والرواية للأديبة غيمة الناصرة كما يحلو له أن يسميها. عندي سؤالين. سؤال الأول، هل كل ما ذكره كاتبنا هي أحداث حقيقية مستقاة من المخطوطة، أم أنها هناك تدخل للكاتب ومن في زحزحة على الرواية الحقيقية عن مسارها وإضفاء الجانب الخيالي عنها؟ السؤال الثاني، هذه الرواية وهذه القصة الحقيقة وهذه المذكرات تطرح إشكالية كبرى، وهي ما عشته فترة العشرينيات حتى الخمسينيات التي أطرها كتاب كبار، وهي فكرة الحداثة والتي أطروها ولكنهم تركوها معلقة. السؤال الذي أطرحه هنا، هل الصور العاطفية والمشاهد التي ذكرها الكاتب في روايته هي حقيقية لأديبة قديرة كمي في عصرها، عاشت في عصر لا يسمح أن تكتب مثل هذه الأحداث، وربما هو ذكر قصتها مع العقاد عندما طلبت منه أن تذهب معه في علاقتها إلى أبعد الحدود، فأشارت بيديها إلى السماء وقالت أن هناك رقابة إلهية. هل يمكن أن تكون هذه الأحداث التي العاطفية التي ذكرها حقيقية، ويعني هي من نسج قلم الأديبة القديرة مي؟ وشكرا على هذه الرواية وهذه الكتابة التي استمتعنا بقراءتها كثيرا سيدي. شكرا. هل في أسئلة أخرى؟ هل أجيب انتظار أسئلة أخرى؟ هل في أسئلة أخرى ولا نعطي الكلمة إلى الأخ الدكتور واسيني جان؟ ألو، أعتقد واسيني عندك الوقت ليس معنا. يا طيب نعم، هل أجيب؟ يا طيب صوتك راح. لا، هو الدكتور قراري حاب يحكي. شو؟ تفضل دكتور، تفضل. تفضل يا صديقي لأن الوقت يداهمنا. لا احنا على كل حال اذا انا يلا تفضل دكتور وسيني. اخويا وسيني تفضل. اوكي حبيبي. اوكي، انا اعود لما قاله الدكتور نبيل في ملاحظته عن المحاضرة التي ألقتها مي زيادة في أمريكا، عفوا في الجامعة الأمريكية بالقاهرة. شوف يا دكتور، هاي المحاضرة التي ألقتها ببيروت، وهي مصورة من الجامعة الأمريكية، وأعطيك طبعا هي مرقمة إلى آخره. ألقتها مساء الثلاثاء الواقع في 22 آذار في 1938 في الجامعة الأمريكية ببيروت بمساعدة جمعية العروة الوثقى. هذا
رسمي يعني، هذا أقول لك لأن موثقة وموجودة عندك كوثيقة، لكن كلام لأن كلامك أيضا صحيح. المحاضرة التي ألقتها مي زيادة، المحاضرة الثانية ألقتها بالجامعة الأمريكية في القاهرة، ولكن كان موضوعها موضوع آخر لا علاقة له بقضية رسالة الأديب أو المثقف في الحياة العربية كما كانت في الجلسة الأولى. وحضر أيضا القضاة، أنا قرأت الوثيقة اللي تم فيها توصيف المحاضرة إلى آخره، حتى كتبت مقالة آخر مقالة في أعتقد في 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 في, في القدس مدينة يعني أمريكية بالقاهرة، وهي محاضرة ثانية لا علاقة لها بالأولى. محاضرة الأولى بعد ما لقاتها واستقبلها أمين الريحاني وبعدين سفروها للقاهرة، لأنه كما شاءت، هي شاءت أن تذهب إلى القاهرة، قالت هناك والدي ووالدتي ومن زمان ما في حد اللي رش عليهم ورود ويسقي القبور إلى آخره، وسافرت يعني نحو القاهرة. في القاهرة أيضا ألقت المحاضرة ودافعت عن حقها، عن حقها في الوجود، وهناك كانت قضيتها فعلا مثارة، كيف ممكن تسترجع أملاكها وكيف ممكن، لكن لم تكن المحاضرة كانت عامة يعني حول قضية. لكن حضر أيضا واحد من القضاة وعندما خرج قال نفس الكلام، قال هل هذه التي كانت مجنونة في بيروت وسجينة، ما أنتم أيضا مجانين إذا كان هذه مجنونة. سبحان الله، نفس الكلام حقا يعني، حتى تقريبا نفس التركيب الجمالية. أنا لو ما كانت عندي الوثيقة الأصلية كنت قلت أن هؤلاء أخطأوا وأن الأمر يتعلق فقط بمحاضرة بيروت، لكن لا، هناك محاضرة أخرى. وعندما استعادت حقها، لأن المحامين أيضا كانوا موجودين، هنا كان حقها في الحرية، في القاهرة كان حقها الاجتماعي. لأن هنا أيضا فيه قصة أنا ما ذكرتها، مرت عليها هكذا بشكل سريع، هو أنه قلت لكم أنها كانت عندها علاقة حب مع ابن عمها، ابن عمها سافر لباريس، وعندما أصيبت، عندما مات الثلاث خليني نقول رموز بالنسبة لحياتها، أبوها وأمها وجبران، وجدت نفسها وحيدة، فطلبت المساعدة من ابن عمها جوزيف زيادة. جوزيف زيادة سيأتي إلى القاهرة، قد تخذني إلى بيروت، أنا متعبة ومنهكة. يعني أنا أتصور أن كان بينتهم مراسلات، ما وصلنا منها الكثير، وصلت رسالة أنا اللي هي عندي التي تطلب فيها منه أن يأتي لإنقاذها، هكذا حرفيا يعني، وكتبتها باللغة الفرنسية، عندها فرنسي أمبيكابل يعني، لها لغة فرنسية من أمتع ما يكون وأجمل ما يكون يعني حقيقة. وهو سيأتي بعد ما توفت زوجته، يأتي إلى القاهرة هو وأخوه، ويقول لها أنت متعبة صحيا وعندك أملاك هنا كثيرة إلى آخره، وقعي لي نجيبه الباش كاتب. جاب، أتى بالباش كاتب لغاية البيت وخلاها توقع له على أنها ابن عمها هو المكلف بإدارة أعمالها، يعني سرقة نهب مقنن ومنظم حقيقة يعني. وظل كذلك، لو تقرؤون ما يقوله أمين الريحاني في كتابه الصغير قصتي مع مي، ستلاحظون بأنه ظل يركض وراء ابن عمها حتى يحضرها حتى ينقذها، وابن عمها يتصل بالسفارة المصرية وتعتبر مواطنة مصرية، وبالتالي أنها مشاكلها تحل في القاهرة وليس في لبنان. تخيل إلى 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 أي حد وصل الأمر. وبعدين لما يجي يأخذها ويأخذها على بيته، هي جات مشان شهر، فتركها في البيت 3 أشهر عنده، ولما أسرت كان يجيب لها يوميا، هي كانت تحب الشعر الأنجليزي، يجيب لها يوميا شخص مثقف في الشعر الأنجليزي وتتحاور معه، وكانت تجد متعة معه. الظاهر أن هذا الرجل كان هو مدير مستشفى الأمراض العقلية وعم يختبر فيها. بعدين أخذوها على مستشفى الأمراض العقلية وبقيت هناك لغاية ما انتهت قصتها كما ذكرتها قبل قليل. فابن عمها لعب دور. فإذا القضية انتقلت إلى مصر في وقت لاحق لاسترجاع حقوقها، ومرت عبر الجامعة الأمريكية بنفس الطريقة، وأثبتت أنها عاقلة. ولكن عندما
انتصر لها القضاء هي ماتت مسكينة من شدة الإنهاك والتعب. في الحقيقة سيتان كريم، يعني أنا أقول أنها حقيقة جريمة، يعني جريمة موصوفة. نحن لا نتحدث عنها كجريمة، ولكن أعتقد لو عدنا سينما، لو عدنا مسلسلات، نخرج شوية من الرومانسيات نتاع البشر ونبين للناس بقدر ما فيه رومانسية عالية وإنسانية قداش كانت محبة للناس، بالمقابل كم كان العنف المسلط عليها كبيرا. يعني وأنا جملتها ما تزال ترن في رأسي: أتمنى أن يأتي بعد موتي من ينصفني. لهذا نقول أن هذه المرأة في حاجة إلى إنصاف دائم ينقض، يعني إذا رجعنا لها حقها. دكتور، بالنسبة للرسائل أنا أتفق معك. شوف، هذه المرة كنت تحكي مع صديقة هون مختصة في مي زيادة، فقلت لها ليش من جمع رسائلها، يعني مثل ما يحدث في أعطيت أنا مثال مثلا بهذا الكتاب الضخم لألبير كامي، طيب ليش ما نجمعش كل المراسلات، لأن مراسلتها مع جبران موجودة، وجزء من مراسلتها مع شو اسمه العقاد موجودة، مراسلتها مع الكثير من الأصدقاء أيضا موجودة، مراسلتها مع صديق إيطالي إلها لا يذكر كثيرا، ولكنها لما كانت تروح لإيطاليا كانت تروح عنده. حتى هناك من أنشأ إمكانية وجود قصة حب بين 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 مي زيادة وهذا الشخص الإيطالي، وهي فعلا في رسائلها تعطي صورة عنه مثالية عالية جدا، كأنه الصديق الحميم. قصدي أن كل هذه الرسائل يمكن أن تجمع في مجلد واحد بدل ما تبقى مبعثرة، ويسمى هذا المجلد مراسلات مي مع فلان وفلان وفلان، لا يهم يعني بعدين تسمية. المهم أنه لأن من خلال الرسائل ببساطة نكتشف جوهر العصر، كيف كان يفكر العصر عاطفيا أيضا، لأن نحن أحيانا نذهب نحو العصر سياسيا اقتصاديا، يا أخي عاطفيا أيضا كثير مهم، لأن العاطفة هي البشر، وهؤلاء البشر هم الذين يقومون بالحروب، وهم الذين يدمرون، وهم الذين يسرقون، وهم الذين ينهبون، وهم الذين يفعلون الخير أيضا ويحمون بلدانهم. هذا كله يمر عبر العاطفة. عندما تكون هذه العاطفة سوية ومبنية وجميلة، المؤدى أيضا سيكون جميلا. نحن لا ندرس هذا الجانب، ومع أن هذا الجانب كثير مهم. وأنا أترجم في المراسلات ماريا كالاس، مش ماريا كازاريس يعني، يعني نحب ماريا كالاس وألبير كامي، أكتشف أن فعلا ألبير كامي هذا الجامد الجاف، أستاذ زهراني أنت تعرف منيح يعني في 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 رواية ليتخونجي الغريب، مامي مورت، أمي ماتت، يعني أول جملة باردة تماما. يعني بعدين تكتشف هنا داخل هذا الكتاب كم أن هذا الرجل رقيق وناعم وجميل وإنساني، هذا الذي قاده إلى نوبل، مش ليتخونجي يعني، قصدي هذا الداخل مثل غسان كان ثاني ربما، والله نفس الشيء حقيقة، نفس الشيء يعني ذكرتني به. يعني قصدي أن مثل هذه الأمور نحن نستهين بها أحيانا، ولكن سي تريز امبورطون. ولهنا أنا أقول لصديقي العزيز يعني الدكتور نبيل، حبذا لو يكون فيه تفكير بهذا الاتجاه، يعني وهذا لا يكلف جهدا استثنائيا، لأن أغلب الرسائل موجودة، يعني إما طبعت في مجلة الهلال في شكل كتب، وإما موجودة بشكل مؤلفات، مثلا المراسلات اللي جمعتها الأديبة السورية سلمى الآن الحفار، نعم الشعلة الزرقاء. وعلى فكرة في الشعلة الزرقاء هي تذكر، إذا بتتذكر دكتور نبيل، كيف راحت عند العائلة عند ابنه اسكندر، كيف راحت عنده وطلبت منه يعطيها أمرين فقط، يعني يعطيها كتاب مخطوطة ليالي العصفورية والمراسلات. أعطاها المراسلات ولم يعطيها أبدا ليالي العصفورية. ليش؟ أنا وجدت بعض الوريقات في الجامعة، مخزن الجامعة الأمريكية، يعني مسح به الأرض جوزيف، يعني أنه كيف سرقها وكيف نهب مالها وكيف أتخيلوا. وهي تقول يعني في واحدة كتاباتها تقول أنه سرق مني رسائل جبران وسرق مني ليالي العصفورية. ليالي العصفورية لم نراها على الإطلاق،
وبعدين سأعلق على ذلك على الأستاذ حمادي لأقول له أن ليالي العصفورية c'est une création, هي عبارة عن إبداع لا وجود لها كمخطوطة متكاملة موجودة كشذرات يعني أنا جمعتها وأعدت كتابة ليالي العصفورية. اليوم لو يجدون ليالي العصفورية راح يخربوا لي بيتي يقول أنت كنت تكذب يعني هي مش ليالي العصفورية اللي ذكرتها في روايتك يعني طبعا هي مش الليالي لأن الليالي غير موجودة راحت انقرضت حرقها ابن عمها في ورقة تسربت لا أدري كيف موجودة هنا وهناك أنا استطعت أني أضع يدي عليها قلت ويذكرها أيضا حميد الريحاني يذكر شوية منها كيف قرأت له بعض النصوص ويذكر كيف أنها تحكي على ابن عمها دونك سي توت افي نورمال أن ابن عمها يكون أحرقها وأبادها نهائيا بحيث أنه يمحو كل أثر يدينه وهي تدينه في هذه الليالي لأن ترسم فعلا كيف خذوها المستشفى وكيف عذبوها وهذه يا أستاذ حمادي هي حقائق يعني اللي نقوله أنا قصدي الأحداث كأحداث مش روايتها الأحداث كأحداث رواية نعم الأحداث يعني كيف تمشي عند ابن عمها كيف تقيم عنده كيف يجيب لها هذا الأستاذ تبع الإنجليزية كيف يأخذها المستشفى كيف الطريقة اللي كانوا يعالجوها بها بشكل عنيف يعني في مستشفى الأمراض العقلية وتعرفوا يعني وش يحكي فوكو على المجانين يعني كيف أنه تحول مركز الجنون إلى مؤسسة للتعذيب مش للإشفاء يعني في نهاية المطاف يعني وحقيقة لما تشوف حياة مي زيادة تشعر بأن فعلا أن فيه نزعة كأن انتقامية داخلية كأن هذا كله هي عبارة عن حقائق لكن هذا الحقائق أنا أعدت تنظيمها طبعاً وتركيبها وبنيت من خلالها ليالي العصفورية لكن ليالي العصفورية الحقيقية الله يعلم كيف هي يعني في في في, في يعني راحت ضاعت لكن جوهرها أنا أعتقد موجود هذا الجوهر لم يضع وهو ما رويته أنا في الرواية إن شاء الله أنت يا دكتور أنت تجمع الرسائل وكذا وخاصة بعضها يحتاج ترجمة من الفرنسية والإيطالية هلا أنت الفرنسي مش مشكلة يعني هذاك ترجمه لكن المشكلة هو أنه لازم يكون فيه وقت أن الواحد يتحرك ومع هذا الوباء الكارثي حتى لنا على كل شيء على كل حال إن شاء الله شوية عمر هذا الوباء الكارثي أنا لابد أن أنصرف لكني أريد أن أؤكد أنك أنصفتها وأمتعتنا هذا المساء وإن شاء الله المرة القادمة يكون النقاش مباشرة وليس قبل من وراء أحد نعم أقولي نعم. لأني أنا بعيد شكرا لابد أن أوصل الله يخليك عزيزي معجب شكرا لك تسلم لي أنا نخلص المناقشة يعني أن تكلمت على وديع فلسطين حول قضية السادية وإلى آخر الأستاذ الهامل ما أثير حولها يعني أنه كانت سادية وتستمتع بتعذيب الآخرين أنا بصراحة لا أعتقد يعني تحب صراحة مني يعني كما أرى أنا شخصيا أنا ولا مرة لمست في هذه المرأة أدنى حد من السادية وكنت خير على العكس لاحظت بأن هذه المرأة تدافع عن نفسها بشراسة مثل ما يقول الفرنسيين أنسو لسي بافير يعني أنه مش من السهولة أنك تجي وتسيطر عليها إلى آخره كانت تدافع على نفسها بقوة وبشراسة إيسا سيتندغوا يعني هذا حق من الحقوق الطبيعية للشخص عندما يتعرض لحالة مثل الحالة التي تعرض لها قصة مصطفى صادق الرافعي أنت ذكرتني به شوف أنا أيضا لو للأسف يعني on peut pas tout faire مثل ما يقولوا لو واحد فيه يكتب رواية على مصطفى صادق الرافعي أعتقد أنها من أجمل الروايات لسبب بسيط أنه شخصية تراجيدية الرجل كان يحبها ولكن هذا الحب مستحيل لأنه هو كان متزوج وعنده 10 أولاد ويعني وفي مسكين كان يجي مطنطة يأخذ القطار على 6 نتاع الصباح هذا القطار البخاري القديم يجي 6 صباحا فقط لكي يصل إلى القاهرة يمكن الساعة 11 أو 12 بعد 4-5 ساعات من الطريق توقفات إلى آخره ويروح عند مي فقط ليحضر
المنتدى أو الصالون الأدبي ويجلس هناك، كان أول من يصل ويجلس وينتظر وصول البقية. مشكلته جانب التراجيدي هو أنه لا يسمع. شوف طه حسين لا يرى، مصطفى صدق الرافعي لا يسمع. وكان يجلس حتى باش تحكي معاه لازم تكتب له في ورقة. لا يسمع. ولكن كان أيضا في جنب التراجيدي هذا اللي يسميه الحب المستحيل، كان مولع بحبها إلى أقصى درجة، كان يحبها كثير لدرجة أنا أشوفه والله العظيم مثل قيس وليلى، ولكن شوية مقلوبة يعني شوية ساخرة، لأنه أولا حب متوازن، وثانيا يوميا يكتب لها رسالة لدرجة أن طلعت ثلاث دواوين، ويقول بأنه يرد على رسائلها وهي لم تكتب له رسالة واحدة. غير متبادل. متبادل لا، وأكثر من يتخيل بأنها تراسله وأنه يرد على رسائلها، ويقولها صراحة في 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 دواوين ثلاثة اللي كتبها على مي، يقول وردا على ما قالت أمي هذا 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 شعري لها، ويبدأ يقول في الشعر. الوهم التوهم. حلو حلو بوغ لي زامور بالنسبة للمحبين، أنا شفتها قضية كثير جميلة وكثير إنسانية، ولكنها تراجيدية لأن ما قالها في النهاية ليس مآلا سعيدا. ولهذا كنت أنتظر في كل مرة أقرأ على الحادثة أنتظر متى يشتم مي زيادة. شتمها اليوم اللي بدأت تحكي عنده صديق عدو يعني ما كانش يحبه كثير، فدخلت معه في نقاش ونسته تماما، يعني وضعته في كما نقول احنا في التقيل، وضعته على جنب يعني الهامش في الهامش، وزعل وقام واحتج بعنف وقال لها والله لن أعود إلى هذا المكان مرة أخرى، وخرج ولم يعد حتى مات. هذا لا يصدر إلا من عاشق يا أخي، عاشق وغيور كمان يعني، مش بس عاشق يعني عاشق وغيور الدرجات يعني الغيرة القاتلة. نقول لكم صراحة يعني بقدر ما أكتب وأضحك ولكن في الوقت نفسه تتألم، شوف التراجيديا المتخفية من وراء حالة مثل هذه. وراح يصالحه الكثير من الأصدقاء وقالوا له مي تعذرك على الصرخة اللي صرخت عليها في بيتها، وتقول لك تعال مرحب بك، قال لهم أنا أقسمت حتى الموت ولن أعود ولم يعود. وانتهت القصة يعني. ولهذا أقول أنه في الحقيقة ليست نرجسية، لأنه مي زيادة كانت مجبرة في ذلك الزمان أن تحوط نفسها بسياج لحماية نفسها، وهذا يحدث بالنسبة للمرأة عندما يكون الوضع غير متوازن، سيتادير أن بباس لاشي، ما تقدرش ترمي حالها حتى لو كانت تكون تحب الشخص، ترميش حالها هكذا بسهولة، ولكن في الوقت نفسه تضع لغارد فو، تضع الممنوعات في الطريق حتى تكون فيه مسافة اللي تسمح لها أنها على الأقل ترى بعين مجرد بعين موضوعية في الـ في الـ في, الـ في, الـ في الـ الأشياء يعني. إيه طبعا زيارة المكان أستاذ تحريشي، عفوا إذا كان معنا ولا راح أستاذ تحريشي، لا أدري دكتور تحريشي موجود موجود لا 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 مش ممكن راح يصلي ولا يتوضا، يمكن راح يصلي. موجود موجود معكم موجود. اهلا اهلا. انا استمع. احنا بدانا النميمه يعني في حقكم حقكم ذلك. شكرا دكتور، شكرا لك. تسلم تسلم دكتور. هو اللي حدث صحيح هو أن في النهاية يجب أن لا ننسى أن مهمة الكاتب هي مهمة أدبية وليست مهمة مؤرخ. هذا المؤرخ هو الذي يكتب عن التاريخ، لكن المهمة الأدبية عندما يجيني موضوع ونحبه أبدأ في التفكير فيه وأدخل في عمقه يهمني أتجول، لأن عالم الشخصية اللي أنت تشتغل عليها سي فورميتابل، شيء خارق للعادة. عندما رحت
نتبع حركتها لمدينة الناصرة في فلسطين، ورحت دخلت لبيتها وطلعت للبالكون وشفت التراس. شفت شو كانت تشوف لما تطلع الصباح؟ أنا دائما تذكر أنها تطلع فجرا للتراس وتشوف الكنيسة العظيمة، تشوف المسجد الجامع الأبيض يا سلوى القدومي، وهو تابع لعائلة فلسطينية، عائلة القدومي أيضا يعني، وهو من أوقاف عائلة القدومي اللي هو الجامع الأبيض الموجود مقابل بيت مي زيادة. هنشوف وقتها فهمت ليش مي زيادة كانت داخل الأديان مرتاحة. هي مسيحية ولكن لم يكن يعني لها الإسلام كعدو، لأن كل صباح تشوف المسجد أمامها الجامع الأبيض وتشوف أمامها الكنيسة، فكون عندها علاقة مع الدين، علاقة تسامحية. إجي بوكو إمي، كم أحببت أنا هذه العلاقة، للأسف اليوم غير موجودة يعني، أو قلت إذا حبينا نقول يعني، لأن تدخلت العدوات الكثيرة إلى آخره. شوف أنت تروح في جولة فيها متعة المكان وفيها متعة شخص تحس به بجنبك، بحياته، بعطره، بنبضه، بحركاته. موجود فويه، أنا كنت أرى مي زيادة حقيقة يعني، أشوفها حقيقة ونشوف ماذا كانت ترى. أخذ زاوية، نفس الزاوية التي كانت تأخذها، وأرى العالم الخارجي وأسجل يعني. رحت للمقبرة كما حكينا قبل شوي مع نبيل. نعم نبيل، نفس الشيء. تشوف مثلا قبر مسكينة موجود، هذا يسميوها الجرور، موجود عند المسيحيين يعني، مش القبر سيتادير كومان كازيي، يحطوا فيه يحط في التراب وبعدين تجمع حتى يترك المكان لغيره، ثم يوضع في جرور يدخل ويطلع. طبعا هو بالإسمنت يعني مغلوق القبر، مش ممكن سحبه، ولكن عادة يتم بهذه الطريقة. موجودة في مقبرة بيرلاشاز، نسبة كبيرة هي في الجوارير يعني، مش في القبور يعني، مثل الحائط، وتشوف فيه الأسماء مترتبة مثل الكافر يعني، واحد نعم، واحد فوق واحد، هي قبرها بهذه الطريقة، لكن في حالة إهمال كلي، وهذا يوجع القلب يعني. أنا حتى قلت ليش مثلا الدولة اللبنانية ما تنقلها على بيروت يا أخي، انقلوها على شو اسمه، على شحتول، قريتها عندها قرية زرتها أيضا لما كنت في بيروت، بقيت حوالي 10 أيام بدعوة من الجامعة الأمريكية يعني مثل منحة كتابة، بقيت 10 أيام في بيروت ورحت زرت كل المرتفعات. مكان ساحر، وأنه لما تجي داخل القرية هي كلهم زيادة، القرية هذه كلها عائلة زيادة يعني، لما تجي داخل تشوف اولا ستاتيو تمثال تاع مي زيادة بالمدخل. طيب ليش ما يجيبوش قبرها يعني، يجيبوا رفاتها ينقلهم باتفاق بين مصر ولبنان، لا يكلف شيئا كثيرا، وتدفن في بيروت، لانه يمكن ترتاح اكثر، قصدي هك خليني نقول روحيا يعني، لا ادري يعني، بتاتو سي سون شوار، ربما ايضا كان خيارها، لان ابوها وامها ايضا مدفونين في مصر يعني. ولهذا نقول انه استاذ تحريشي، ان مثل هذه الامور تساعد الكاتب على انه لا يكتفي فقط بالاحداث، ولكن بالشعور الداخلي، انت يتكون عندك شعور عميق شبيه بالشعور اللي كان موجود عند مي زيادة او تتخيله يعني، وبعدين انت تسيطر على المكان، انت تعرف، انت سيد العارفين، تعرف التاريخ، تعرف المادة، وتعرف أيضا المكان وروائح المكان، وهذا كتير مهم. أنا كنت أكتب رواية الأمير عبد القادر، لما رحت الأمبواز، هي ليست بعيدة كثيرا على باريس الفكرة بالقطار، حيث كان موجود هنا قبل أن ينتقل إلى تركيا. شوف المكان عندما جاءوا به، شوف المكان البارد يعني، وين كان موضوع، وين كان حقيقة بدنك يقشعر وتشعر بالبرد. هذا كثير مهم بالنسبة للأدبية. طبعا الأحداث كوقائع نعم حقيقية في الأغلب الأعام حقيقية، لكن إعادة بنائها وتركيبها وصياغتها ووضعها في مسار
إعادة هيكلة، ولكن ليست كوثيقة، ليست وثيقة، ولكن المعلومات الموجودة فيها هي حقيقية. هذا اللي حبيت أقول، هذا الفارق يعني، لأنه يصير أنا في إشكال، وراح أقول لك يعني ليس أستاذ حمادي ليس أنه في إشكال. في يوم من الأيام لما صدرت الرواية، في واحد صديق كتب عنها، أنا كنت رايح الجزائر العاصمة، كان عندي محاضرات مع طلبة الدكتوراه، وأنا داخل لقاعة الأساتذة يلقاني صديق معروف يعني وشاب كويس، وأكيد أخويا طيب يعرفه، أستاذ صحراوي مترجم تعرفه، تلقاني في الباب، قال لي أستاذ وسطين لماذا فعلت؟ وضعت رأسي فوق إيدي، قلت يا ربي واش درت يعني خير إن شاء الله؟ كيف تسمح لنفسك وأنت شخصية معروفة وكذا أنك تأخذ تكتب وسيني الأعرج وتكتب كتاب مخطوطة مي زيادة؟ نحن نعترف لك بأنك عثرت على مخطوطة مي زيادة، أوكي، ولكن هذه ليست ملكك، أنت لا تكتب ليالي العصفورية وتنسبها لاسمك، هذه لشخص آخر. المفروض أنك تكتب مي زيادة ليالي العصفورية تحقيق وسيني الأعرج. ولكن هذا ليس تحقيق يا أخي، هذا الحمار، هذا ليس تحقيق ولا بس اسمعني، اسمع للآتي يا طيب، أنه خليته أنا أسمع له باحترام، ما قطعته صراحة حتى خلص كلامه، قلت تسمع لي شوية سي سحراوي، قال لي أسمع لك أستاذ. طيب قلت له أولا، مين اللي يقول لك أن هذه وثيقة مي زيادة؟ هل عندك وثيقة تستشهد بها تقول هذه وثيقة؟ قال لي لا، قال لي ولكن أنت تقول في الكتاب تحقيق ياسين الأبيض. قلت بصح ياسين الأبيض مش وسيني الأعرج؟ قال لي على نفس الإيقاع. قلت له لا، مش نفس الإيقاع راضية بالآن من الحمودة، كيف تقول على نفس الإيقاع؟ ما فيش إيقاع، أنت تتكلم على حقيقة تاريخية، الحقيقة التاريخية غائبة. طيب هذا اللي اسمه وسيني الأعرج ليس هو ياسين الأبيض، ياسين الأبيض هو الذي قام بتحقيق وثيقة أصلا غير موجودة، حكايتها موجودة، نعم كحكاية عامة وكتبت كذا وضاعت وسرقها ابن عمها إلى آخره، بس تعال ابنيها وتعال عاود اشتغلها إلى آخره. قلت له لن تجد هذه الوثيقة اللي تحكي عنها، أحرقت، ولو صح لأني نوجدها كان وجدها الذين مروا من قبلي وجمعوا أعمال مي زيادة بتعب كبير كتر خيرهم وأعادوا على الاعتبار بشكل كامل نقديا، ولكن ما عثروا عليها. كل من وصل للظاهرة يقول ولم نعثر على ذكرت، ولكن لم نعثر على هذه الليالي. فأنا جيت قلت لهم هاي الليالي موجودة عندي، ولكن موجودة عندي كعمل إبداعي وليس كحقيقة تاريخية. صحيح. الرجل ما سدت حاله، قال لي والله يا أخي أنا انتقدتك ولمتك وكتبت مقالة ونشرها في الخبر كما أعطت جريدة جزائرية وشتمني، قال كيف الأستاذ وكان يحق له أنه يسرق كتاب على كل ما كان مزعل منك يعني عادي، والمفروض أنك أنت أديب يا أخي أن يكون طيران شوية أعلى من مجرد أنه يسيل الأبيض هو سيني الأعرج، لأنه على نفس الوزن يعني. أنا طيب أنا أعتقد أني أجبت على كل أنا الأسئلة. أقترح أن نأخذ أسئلة أخرى. أنا وصلت بعض الأسئلة طيب. بعض الأسئلة كتابيا، أقول لكم بالتسجيل يعني هذه المحاضرة كلها يعني تنجز ونعملها يعني نضعها على اليوتيوب بعد 24 ساعة ستكون متوفرة طبعا، ونعملها أيضا على موقع المعهد. هل في أسئلة أخرى؟ نعم نعم، لأنه هاي سلوى بدها تحكي. شكرا دكتور وسيمي، امتعتنا يعني. انا استفزيت قلت كل التفاصيل اللي موجود بالناصره تبع لعائلتها، لعائلة القدومي، عائله فلسطينيه، ومشان مشان أنا... يعني
الحقيقة دكتور وسيم، يعني أكيد التسامح بين الأديان موجود بفلسطين، وأنا يعني كتير شاكرة لك هذا، يعني ما شفت كاتب بهذا الإحساس أنه يذهب ليرى الأماكن ليشعر بإحساس من يكتب عنه وكيف عاش وكيف نظر إلى كل كيف عاش حياته ثم يكتب عنه. هذا الإحساس العالي هو الذي وصلنا لما عندما قرأنا الرواية، وصلنا هذا الإحساس كأنك كنت مع مي لحظة بلحظة، فوصلنا كل الإحساس والألم والظلم اللي تعرضت لهم. أنا سؤالي، هل تعتقد، ربما هو سؤال متخيل، هل تعتقد لو كانت مي زيادة موجودة الآن أو شخصية مشابهة لمي زيادة، هل كانت ستلقى نفس المعاملة؟ هل كان سيتخلى عنها الجميع؟ هل كانت ستلقى نفس المصير أم لا؟ هل اختلف الوضع عن ذلك الوقت عن الآن؟ والله يا رأيك. هل في أسئلة أخرى؟ نجمع سؤالين أو ثلاثة آخر. ماذا، ما هي الغاية من الكتابة الروائية في هذا الاتجاه؟ هل فقط من أجل إنصاف كاتبة مثل زيادة، أم أنكم تطمحون إلى شيء آخر من وراء هذه الكتابة؟ خاصة أنتم دخلتم مجال الجانب التاريخي، كتبتم عن أمير، كتبتم عن كثير من هذا الجانب في الرواية التاريخية. ثم أن طبعا كما هو واضح أن زيادة كانت علامة فارقة في الكتابة العربية، وفي الوقت أين كان وقد أسقطت أسطورة العقل الفقهي الذي كان يحرم الكتابة على المرأة ويجعلها مرادفا للدعارة والخيانة وما إلى ذلك. هل تريدون أن تعيدوا معناه طرح إشكالية أزمة المثقف العربي من خلال زيادة، أم أن الأمر يتعلق فقط بزيادة فقط؟ مرة طرحت السؤال على ربح بالعمري عندما صدرت سيرته الذاتية اللي هي شمس الغربال، لأنه هو تكلم عن طفولته. قلت له يا ربح، هل الروائي يستطيع أن يكون مؤرخا؟ قال لي لا يستطيع أن يكون مؤرخا، ولكن يستطيع أن ينجز شيء سماه لي يعني ترثيث الذاكرة أو شيء من هذا النوع. دكو. هل في أسئلة أخرى يا جماعة؟ الأخت فيها عندكم أسئلة؟ تفضل أخي وسيني، يبدو أنه سلوى، أولا شكرا سلوى على حضورك يعني، وشكرا على منتداك القيم يعني. أنا كنت ضيف عندهم قبل مدة قصيرة وما قصروا صراحة يعني، كانوا كثير طيبين وكان النقاش فعلا بمستوى عالي، ممتن لك يعني. أنا لا أعرف يا سلوى يعني بالنسبة لكيف سيكون أو كيف ستكون علاقتها مع العصر، ولكن لا أعتقد أن المجتمع تغير كثيراً يعني، في تغير نسبياً يعني، تغير نسبياً من حيث الرفاه الحياتي، لكن بالنسبة للعقل يعني، العقل في العلاقة مع المرأة والدساتير، ما تزال المرأة اليوم تقتل فقط لأن أخوها شفى مع صديقه قبل مدة قصيرة يعني، حدث في الأردن، حدث في الجزائر يعني، بنية قتلها صديقة فقط لأنه ما حبته يعني. تخيل يعني إلى أي درجة وصلنا. ولهذا أنا أقول بصراحة، الرهان الأساسي الذي كان يمكن أن يصنع الفارق لم نهتم به، وهو المدرسة يعني. لا يمكن أن تخلق مجتمع بديل ومجتمع جديد بمدرسة معوقة بالمعنى المعرفي يعني، أنه لأن كل المعارف تمر عبر المدرسة. الطفل لما يتعلم، أنا والله أتذكر أولادي كنت أدرسهم وأنت في شعراتي يعني، لما كانوا صغار وأقرأ في الكتاب المدرسي الجزائري، ماما في المطبخ، أيوة، بابا تساعدها، وبابا في الحقل، وأخي محمد يرافقه يعني. من الطفولة وقعت تنضيز بين الرجل والمرأة، المرأة في الداخل والرجل في الخارج.
هذا تتكون به الطفل وبعدين تجي المنظومة الدينية تزكيها أيضا. للأسف منظومة الدينية منظور لها بالمنظور أيضا التقليدي المحافظ وليس المنظور الخلاق الإبداعي الذي يذهب بالآيات نحو شروح إلى آخره. للأسف هذا مفقود يعني. بالتالي المحصلة النهائية طلع شاب معوق داخليا منتصر للحداثة ذهنيا ولكن منتصر للقدامة داخليا ازدواجية. معنى أنه هو يستمتع مع صديقته، يروح وياها للسينما، يروح المسرح، يرقصان مع بعض، يستمتعان بحياتهما الخاصة إلى آخره. لما يتعلق الأمر بأخته يتغير الأمر. من البنت اللي كنت معها أيضا هي أخت آخرين يعني، فكيف ممكن تقبل هذه العقلية؟ أي ما يسمى بالازدواجية، الانفصام في الشخصية. نعم، وانفصام سلا ديكوتومي، أنه أنت يعني حتى شخصية براغماتية بالمعنى السلبي نفعية، يعني أنه تذهب نحو ما هو نفعي سواء كان بالمعنى الخاص أو بالمعنى الديني أيضا، يعني لأنه الدين يطبق عليك أنت ولكن ما يطبقوش على روحه لما يتعلق الأمر به هو كشخص يعني. فتصير مشكلة كبيرة. ولهذا الفضاء العشريني والثلاثيني اللي كان موجود سابقا يمكن كان عنده حظ. ليش؟ لأنه كان فيه أفق الحداثة والفرح بالآتي، أنه هاي أول مرة العلاقة مع الثقافة الغربية، وبعدين اكتشفنا الغرب أنه متطور ونحن اللي كنا نظن. ما قال الشيخ يا الله اللي كتب عطاوي؟ لا تخليص الإبريس في تلخيص باريس. الشيخ الطهطاوي يقول بعظمة لسانه يعني في 38 يعني يقول أنا كنت أقول بأن هذا العالم متخلف ونحن المتقدمين دائما ونحن الأفضل دائما ونحن خير أمة أنزلت للناس إلى آخره، وإذا به يكتشف بأن الناس المسافة التي قطعوها مهولة، وعليه أن يستدرك، أو عليهم يعني كلمة الشعوب العربية، أن يستدركوا هذا النقصان، هذا التخلف. وهو رجل دين على فكرة، يعني هو أنه راح رافق الجماعة يصلي بهم ويقول ماذا، نعم هذا حرام وهذا حلال في بلاد الغرب إلى آخره. ذكر المجتمع مثلا نساء في المقهى يدخنوا سقان عارية وهو رجل دين يقول لا أفهم هذا، ولكن رقيقات وناعمات وجميلات مو مثل نساء ندخينات بالحرف الواحد يعني كلامه يتمد. كان شويه قاسي على مجتمع، ولكن هي دهشه المكتشف انه يكتشف عالم جديد، لدرجه انه كان يسمي المتحف يسميه دار التصاوير كما نقول انا. كان يقول انه راح المتحف، زار اللوفر، زار الرجل اندهش لما رجع إيه وترجم الدستور الفرنسي. تعرف ما معنى الدستور الفرنسي؟ اللي آمن بالفردية، اللي آمن بالتناوب السياسي إلى آخره. فيقول هما نظامهم مش نظامنا، إحنا عندهم هنا الفرد عنده حق، إحنا الفرد مش ما عندهش حق. وراح مسكين ترجم ودخلوا لمصر، أول ما دخل الدستور الجديد حبسوه، دخلوه للسجن يعني. عالم جديد لا يمكن أن يقبل. وطاردوه إلى السودان. نفوه إلى السودان. نعم. حتى تشوف يعني. ولهذا نقول أننا لحظة اكتشاف الحدث كانت لحظة صعبة جدا. صدمة نعم. لم تكن لحظة بسيطة وعادية، وكان يجب تحمل نتائجها الصعبة. وهي مي جت بعد العصر هذا. طهطاوي كانت الأمور مشات في السكة، مشات نسبة قليلة وفين. انتصار نسبي للحداثة، لكن للأسف يعني كل ما نادت به حول تحرير المرأة، حول المدرسة، حول قضية الحجاب أيضا كان فيها جدال كبير يعني، وهي انتصرت خليني نقول الرؤية الوسطى لحرية الإنسان في الارتداء، يعني يحب يرتدي حجاب يرتدي، يحب يمشي بدون حجاب يمشي. هي كانت بدون حجاب طبعا وهي مسيحية يعني، ولكن في مجتمع مصري غالبيته مسلمة يعني، ليس أيضا أمرا بسيطا بالنسبة للمرأة يعني. ومع ذلك كانت تؤمن بالحرية الفردية،
لكن ماذا بقي من ذلك اليوم؟ للأسف يعني احنا تراجعنا كثيرا، في تراجع كبير. يكفي تنزل الشارع العربي بصريا، صحيح، بصريا تكتشف بأن هذا الشارع تراجع. طيب يعرف منيح مثلا شوارع الجزائر العاصمة في الستينيات والسبعينيات وحتى الثمانينيات كيف كانت هذه الشوارع. يعني الشارع دكتور أيام مي زيادة لم يكن هناك الكثير من المحجبات أصلا. نعم ذلك الوقت فتكتشف بأن كل شيء تغير. وبالتالي أنا لا أعرف، أنا أعتقد أن مي زيادة لو جات بهذه الثقافة اللي موجودة عندها ستتعذب أكثر في هذا العصر حقيقة. تراجعت الثقافة العربية كثيرا، لأن الحجاب كما ذكرت الأستاذة قبل قليل لم يكن موجودا، يعني حتى في الجزائر كما تذكر قبل ذلك لم يكن موجودا. والحجاب ليس ظاهرة في الحقيقة دليل على عفة المجتمعات ومع ذلك لو تطوي اللحاها إلى عفة المجتمعات، وإنما هي ظاهرة اجتماعية وإيديولوجية أكثر منها ظاهرة دينية لا علاقة لها بالدين. أنا أتفق معك، لكن الخطاب يحملها للأسف وخطاب ديني، يعني على الأسف، لأن وراء كل ممارسة خطاب ممنهج يعني تقديس، وهذاك لو ديسكور سيستيماتيك سين نو ريبوس سو ريان ما يمشيش الحال نتاعو، لازم يستند على شيء. وكانت هذه مثل ما قلت أستاذ هامل أنها دلالة إيديولوجية أكثر من دلالة دينية يعني. أي والمثقف دكتور لا زال يحمل نفس الإزدواجية طبعاً على ما أعتقد. طبعاً هذا هو إذ لم تكن أسوأ، ويمكن زاد أكثر شوي يعني زاد أكثر، زادت النفعية أيضاً. بالنسبة للأزمة نعم أستاذ هامل، يعني السؤال اللي طرحته طبعاً هو أي رواية منها خلدة مي، أوكي، قصة إنسانة خلينا نقول جميلة أعطت كثير للمجتمع، ولكن للأسف لم تتلقى إلا الظلم، يعني ما المجتمع هذا لم يعترف بجهدها وبثقافتها إلى آخره، واعتبرها حتى لا شيء، بدليل أن نرماها في مستشفى الأمراض العقلية. ولما شوف انا عندي هذا شفت كيفاش شو ندير، انا حولت ان 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 اتي بهذه التراجيديا بالمعنى اليوناني. هذا الجميل في الروايه، نعم نعم بالمعنى اليوناني، خلينا نقول حتى بالمعنى اللي صفي الانسان من الداخل، يعني ان ان ان, أن, أن, أن عندما تكتب روايه انت تسهم سكون أبلو براكسيس، يعني أنه هذا النقاء الداخلي تجاه أوضاع معينة، لكن حتى يكون في نقاء داخلي أن تعرفها أيضا، يعني إذا ما قدرت تعرفها أنت لا تصل لها بالمعنى الأريستي، يعني بالدونسونس داريستوكاليز. نعم نعم هذا هذا خليني نقول تبدأ تطلع الهدف الثاني، بعدين تشوف قضية المثقف ما هو الوضع الاعتبار المثقف، نطلع لمستوى آخر. تعرف أن القراء يختلفون في قارئ يستمتع بالقصة ويعرف مي، ويقول لك أنه والله ما كنت أعرف أن مي كانت بهذه الصورة وهي نهايتها، وأنا قرأت عن مي في المدرسة كإنسانة مثقفة وكبيرة ومصبحة إلى آخره، والآن اكتشف بأنه فعلا من وراها تراجيديا. هاي عتبة. العتبة الثانية هو عندما يرتقي القارئ ويخرج من الدائرة، يذهب نحو دائرة أوسع، أن أزمة المثقف العربي ليست رهينة اليوم، ولكنها هي عبارة عن سيرورة كان المثقف ضحيتها الكبرى. دائما عندما يقول الحقيقة أو عندما يعبر عن نفسه يصل إلى هذه، فما بالك عندما تكون أو يكون هذا المثقف امرأة، معناته أن انعكاسات الظلم ستكون مزدوجة أو مضاعفة أكثر. يعني هذا يعني أنت لا تصنع مثلا منذ البداية تقول بأنه أنا سأتحدث عن المثقف إلى آخره، لا، وإلا تصبح كأنك تكتب مقالة، يعني وأستطيع أن أكتب مقالة في هذا الموضوع، لكن أنا حبيت من أداة جمالية. أولا يجب أن تصل إلى قلب القارئ، لازم القارئ يحب وش يقرأ. شوف أستاذ، وأنا هذه عن خبرة وعن تجربة، وحتى في الورشات اللي أقوم بها هنا وهناك، في نقطة واحدة أساسية نقولها لهم دائما هي مسألة الغواية، مش الرواية، الغواية صحيح. كيف تغوي قارئك، يعني كيف تجيب القارئ مثل العاشق
واحد يحب واحدة أو واحدة تحب واحد، إذا ما فيش سبل الغواية التحتية الذكية الشبتي مثل ما يقولوا الفرنسيين، يعني أنا ما تشوفهاش ولكن تمر عبر العطور، عبر الكلمات، عبر المفردات، عبر الحركات إلى آخره، يبدمو ما فيش حب. وبالتالي الحب ينشأ من التفاصيل الصغيرة حتى نصل إلى تجربة عميقة يعني، وتجربة إنسانية عالية يعني، لدرجة التماهي ربما مع نفس التماهي هي أقصى درجات الصوفية يعني، عندما تتماهى مع الشيء يعني، وهي صعبة على كل حال. هو نعم 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 صحيح، هي سقف. هذا هو سر نجاح رواياتك الأستاذ، دعونا يعني في الحقيقة نستمتع كثيرا برواياتك لأنها كانت لها علاقة بالتاريخ، خاصة الرواية التي تاريخية لها علاقة بما وقع بالفعل، وعندك قدرة كبيرة في كل كتابة عما يمكن أن يقال. نعم. يعني من أحداث يعني ما وقع بالفعل بالأحداث أو تاريخية لا تستطيع أن تغير فيها لأن حدث وقع بالفعل، وعندك حرية في الكتابة الإبداعية في كتابة أو ملء الفجوات والمسافات التي تبقى بين أهل الأحداث التي في الحقيقة لا يصل إليها إلا كاتب مبدع يعني بامتياز. الله يخليك، الله يخليك. هذا 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 فقط حتى أصل بأنه كنت تكلمت على فعل الغواية، هي الحب لازم تخلق مساحة بينك وبين القارئ، وهذا كثير مهم، ومنه تبدأ العتبات الأولى، لأنه شخص عندما ما تحب رواية ترميها مباشرة، يعني حتى لو اشتريتها وكانت غالية يا أخي ترهقني، وأنا ممكن أبذل جهد، لأن في بعض الروايات مثلاً في البداية لما تعطيك الصورة الحقيقية لنص فأنت تبذل جهد، يعني تقرأ 10 صفحات 20 صفحة 30 صفحة 40 صفحة، إذا ما دخلتش في نص عميقا هلا ولدان هلا هلا حكي هلا هلا لما دخل في النص عميق هذا يستجيب لما تريده أنت، وإما فيه علاقة تنافرية بينك وبين هذا النص، ما فيه داعي تبذل جهد مضاعف، روح قرأ نص آخر. يعني أنا هاي منطقي، يعني يشعر أنك بعد 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 مدة تعود لنفس النص وتقرأ. بعضها ببعض نعم. هذا القصد يعني طيب حكيت على ربح بالعمري، يعني المرحوم ربح بالعمري والمظلوم ايضا ليس مؤرخا يعني، والمظلوم ايضا انا والمظلوم ايضا نعم نعم, نعم. هو ظلم بشكل مزدوج صحيح. طيب صوتك لا يصل جيدا، ولكن على كل حال سؤالك موجود عندي. يعني هو ظلم بشكل مزدوج، ظلم اولا رجل جاء من الجزائر الى باريس، جاء شابا وبصير كما يقول الفقهاء لا يرى، مكفوف، وبقي هنا في فرنسا والتقى بفرنسية مثل حالة طه حسين، يعني شوي يعني شبيهة بفرنسية اسمها إيفان، وهذه السيدة قامت به وأدخلته إلى العائلة واهتمت به كثيرا وحمته، يعني حقيقة يعني تخيلوا شاب يوم استقلال الجزائر، الناس تحمل لافتات استقلال الجزائر في نعم 62، ومسكين هو يصاب بالعمى في ذلك اليوم المزهر والجميل. سأوصي لو كوتي تراجيك ولتخيما، يعني هاي التراجيديا يعني عند الإنسان، يعني كأنه فيه قدر مقلوب وقدر شديد القسوة، يعني أنه على البشر ماذا يفعل. طبعا هو حاول أنه يداوي حاله إلى آخره، ثم انتقل إلى فرنسا والتقى بهذه السيدة واهتمت به. شوف هذا الرجل لم يصح له قبر في بلد، وهو واحد من أكبر الكتاب، وين نشر وطيب يعرف ذلك، نشر في أكبر دار فرنسية غاليمار، نعم غاليمار يعني سابيز، يعني هذا الدار تزن يعني،
ولكن كأنه لا صوت له، واهتم بالثقافات الشعبية ولملم القصص الشعبية وكتب روايته. واحدة منها اللي كان نحكيها لطيب الشمس تحت الغربال هي سيرة ذاتية، هو يحكي على سيرته الذاتية يعني من اللحظة الأولى، كيف تعلم القرآن، كيف أصيب بالعمى، وكيف انتقل إلى فرنسا إلى آخره، مسار حياتي صعب وقاسي جدا. القسوة تزداد أكثر عندما يشعر بالعزلة ويتوفى ولا تطالب به المؤسسة الثقافية الجزائرية أن تدفنه في بلده. أنا حضرت الجنازته وحقيقة كنت أنا وزوجتي والله ما قدرت ألا أبكي، يعني رغم شجاعتي وكذا، هذه كلها الأحاسيس اختلطت، يعني لأنه تعرفوا واحد لما يعيش في منفى سؤاله الكبير هو أين أدفن؟ كثير 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 مهم. يعني ما وقع له وقع المحمد ديب اللي هو واحد من أكبر الكتاب الجزائريين، مش واحد، يعني أبو الرواية الفرنكوفونية، يعني التأسيس الكبير بدأ منه. هذا الرجل عندما توفي نفس الشيء، زوجته بذكائها في ذلك اليوم في المقبرة قالت لي، رحت كنا جالسين مع بعض، قالت أنا وجدت وين أدفنه، قلت لها وين، قالت والله وجدت واحد من القبور اسمه آيت كذا، آيت بالأمازيغية هي من آل كذا، فعرفت أنه أمازيغي وأنه جزائري. المهم يهمها أنه جزائري، وحفر له قبر بجانب هذا الآيت حتى لا يشعر بالغربة، لأن قبر كل مقبرة كلها مقبرة مسيحية. مشكلة ليست في المسيحية، لا لا لا، هو في الغربة، في قربة الغربة، أنك تبحث على ألفة داخل القبر. ونفس الشيء حدث في مقبرة مونبارناس مع شو اسمه صديقنا ربيع بالعمري، نفس الشيء عندما توفي مسكين زوجته عندهم مساحة عائلية وجدت له المساحة الصغيرة ودفن في تلك المساحة، وإلى اليوم يعني مدفون هناك. يعني هذا 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 أيضا قسوة كبيرة يعني في مصائر البشر. ولكن الناس، أنا كنت نتكلم على التاريخ العاطفي للشعوب، احنا تاريخنا العاطفي وبائي. يعني لو نفتح الملف او لو نفتح هذه الكراسة فعلا ستظهر الاحقاد وما نعانيه اليوم، لان العاطفة الانسانية عندها وجدان، عندها تاريخ، عندها تجليات، عندها للاسف طيب فتح جرحا يعني حقيقة. لكن لما يقول انه الروائي مؤرخ، نعم هو مؤرخ لذاته، يعني لأنه هو في الرواية كتب سيرته الذاتية، لكن نعم. التاريخ الفرد، تاريخ الذات، لكن من خلاله طبعا هو يتحدث عن بلاده وعن مجتمعه إلى آخره، ولكنه ليس مؤرخا بالمعنى التأريخي. يعني حتى الأديب ليس مؤرخا، قد يعمل على التاريخ، قد يتناول المادة التاريخية، ولكن هذا لا يضعه في مصاف المؤرخين. يعني شكرا وسيم، والله الروايه كوثيقه تاريخيه ربما اسمح لي هي سابقه وثيقه تاريخيه، لانه البن وزانفيرون ايرور، يعني يمكن تقولنا الخطا اذا اعتبرناها وثيقه، او الخطا اللي كنا نحكي عليه قبل شويه، الاستاذ اللي جا قال يا دكتور كيف كتاب ميزي داو وتتكلم على ليليات العصفوريه، المفروض ليليات العصفورية أو ليالي العصفورية هي لمي زيادة، كيف تضع اسمك على الكتاب وهو ينسى بأن الكتاب غير موجود. صحيح دونك سيبا دوكيمون، يعني خلنا في أننا نعتبر دوكيمون يصير مشكل. هذا وقع هذا المشكل مع الأميرة شو اسمها، حفيدة الأمير عبد القادر، الأميرة بديعة. هي مؤرخة معروفة بديعة. يا سيدي هذه وقع لي نقاش معها حول مفهوم الوثيقة، قالت يا دكتور انت شوهت الامير، وقطعت كلمة شوهت كبيرة عليا، يعني انا ما شوهت الامير، لان انا حتى واحد ما كلفني باش نكتب سيرة الامير حتى يحاسبني عليها، انا ماني مفوض عند ادارة وحتى يقول لي شوهت، لا انا ما شوهت حياة الامير لانه مش وظيفتي. هذه شوفي شخص وتفعيله وقل له اكتب سيرة الأمير ويكتبها لك يعني بالمصاري، وقتها لما يخطئ تقول له أنت تشوه ليس هذه الحقيقة. لا، هي نظرة إيديولوجية في الحقيقة تنطلق، هي من نظرة صوفية، وأنت عندك حرية في الليبرالية. انطلقت من نظرة صوفية، انطلقت من نظرة وهابية، خليني أحكي لك. لما قلت النظرة الوهابية
هي ما تحبش الصوفية، جسم الوهابية ما تحب الصوفية، يعني حتى في عداوة بين الوهابية والصوفية. هي اعتبرت مثلا تقول لي كيف تقول عن الأمير أنه كتب كتاب المواقف؟ قلت لها نعم كتب كتاب المواقف متأثرا بشيخه الأكبر الشيخ ابن عربي لما كان في الشام، وأكثر من ذلك. تقول لي لا هو لم تكن له علاقة بالصوفية. طيب ولا وكتاب المواقف هو كله صوفية وتقليد حرفي حتى بنائيا لكتاب الفتوحات المكية للشيخ ابن عربي. كيف يعني ليس صوفية؟ قالت لا هذه من دعايات الكتاب الحدثيين وأنت منهم. طيب على رأس أنا منهم يعني، وأشرف أن أكون من الكتاب الحدثيين، بس قولي لي نوريني. قالت أنا أعطيك الدليل القاطع بأن الكتاب ليس له وأنه موضوع باسمه. وكنت شوية شم الريحة لحججها يعني، مش عارفها بدقة، ولكن عندي الفلاغ، عندي حاسة الشم وين رايحة تكون يعني. هي في الجزائر طبعوا كتاب المواقف في 3 أجزاء، أستاذ طيب إذا تذكر. نعم نعم. في موفم مؤسسة الوطنية نعم نعم. لناج. نعم. طوطة كما هي. نعم. حرفيا. في الطوطة تلاحظ 3 خطوط مختلفة. قالت أنا أحيلك على، يمكن أنت ما قريتها، أحيلك على كتاب المواقف للأمير لتقولوا للأمير شوف مين اللي كتبه، فيه 3 خطوط مختلفة. قلت له الله أكبر، سكرتير أنت 3 خطوط مختلفة يا ودي كاتب، وهذا الشيخ برويلة وكان عنده 3 كتاب هما كتابه الشخصيين. هو كان يلقي خط، هو كل كان يملي عليهم الكتاب عبارة عن محاضرات كان يلقيها في الجامع الأموي. قلت لها تخيل يا مولاتي أن شخص يلقي محاضرة وفي الوقت نفسه عنده ورقة ويكتب، يعني هكذا تحبي الأمير حتى يكون الكتاب إله؟ مش منطقي أن الرجل كان عنده ناس يثق فيهم. فبدأت تبرد شوي شوي يعني، لأنه هي بالأول كانت جاية دبابة مهاجمة وكذا، وانتم ما تعرفوش لو قريتوا الفتوحات، لو قريتوا الكتاب المواقف المطبوع المخطوطة إلى آخره، شوي شوي بهدوء يعني. وكان لقاء على التلفزيون، بس كانت محاورة لطيفة يعني. شكرا أخي. بس أنا أقول لك بالدليل القاطع، شوفي بس أخلص هاي تفضل. قلت لها شوفي وقتي داهم، في نهاية كل كتاب ستجدين الموافقة للأمير والختم تبعه، مما يدل، مما يعني بأن هذا الكلام الذي كتبه هذا الكاتب هو أنا موافق عليه وهو الدليل. أوكي؟ قالت أوكي. قال طيب، قلت لها طيب اشرحي لي ليش طلب عندما توفي أن يدفن بجانب الشيخ الأكبر؟ تعرفوا قبر ابن عربي، قبر الأمير عبد القادر بجنب، موجود بجنبه. حتى عندما نقلوا في 66 رفاته إلى الجزائر بقي القبر على حاله، حفر من التحت وإلى اليوم. خليني قبل الحرب الأهلية ما بعرف اليوم، سنكون زرت الشام، ما يزال القبر على حاله، والذين يزورون الأمير عبد ابن عربي يزورون الأمير. والأخير قلت له طيب قولي لي من الذي طبع الفتوحات المكية على حسابه الخاص؟ أول طبعة تاريخية طبعها الأمير عبد القادر وموجودة، هذا المؤلف طبعه على حسابه الخاص الأمير عبد القادر الحسني الجزائري. هكذا سيدة طيب كيف تقولي أنه موصوفي ويروح يطبع يعني اللي هو الفتوحات المكية يطبعها؟ مش معقول يعني. قالت لا، قلت لها اسمعيني قل لك كلمة وكل واحد يذهب باتجاهه، لك أميرك ولي أميري. ولي أميري عندك. أمير العائلة، أمير ممتع وجميل وحيوي ومحب وعاشق للحياة وخلاص وبس يعني. شكرا شكرا خويا وسيني، شكرا شكرا جزيلا على هذا اللقاء الجيد. شكرا للذين تابعونا. من أنا أرى السيدة الدكتورة جدان السائغ من تيجان ومجموعة من يعني شكرا للجمهور الكريم، شكرا لكل الأصدقاء الذين حضروا معنا. معليش طيب أنا أساعدك شوية يعني لما يمكن أن تقوله يعني يا دكتور. شكرا الله يخليك جميعا. كانت أمسية بحضوركم فعلا جميلة جدا.
كان أجمل بحضوركم أيضا وحضور الجميع. بارك الله فيكم. فقط أريد أن أقول شيئين. ممكن يمكنكم قراءة الرواية أو الكتاب الذي قام به وسيلي فهو موجود. الشيء لا يخرج. قلت لك فندق. حب أقول بأن الكتاب موجود على موقع المعهد. والله يا طيب الجمهور لا أعتقد ولا واحد فهم الجملة الأخيرة. على اللقاء لابا أن ينتهي. على اللقاء لابا أن ينتهي. يلا لقاءنا القادم سيكون مع الدكتور شكري الميموني حول كتاب محمود المسعدي، هذا الأديب والكاتب.